السلام عليكم شباب، حلقة جديدة اليوم، والحلقة راح أجيب هذه البقرة جيرسيكا وهذا ابنها الأسود. هذه جت على صديقي شاكر واشتريت من عنده هذه البقرة، بصراحة عجبتني شكلها حلو. هذا البريد اسمه جيرسيكا، بس راح أجيب لهم أكل شاكر وراح تشوفون بعد شلون قاعد تطلع على الأكل. تاكل خبز جوارة، يلا كل بالعافية. بس ابنها متدلع، هو مش عايز متدلع متدلع، ظهره باين عليه يعني جسمه باين عليه. هي كمان مش عايز تقولكم معاها، هي عايزه تسيطر، عايزه تاكل هي كل الاكل. يعني بص يا شويه كده، لو هم قربوا منها هتخبطهم. بص اللي هو ايه، سيبوني اكل عشان سيبوني عشان الوقت. هذه الاغنام عند اخويا شاكر، هذا كلش حباب. أنا لك لك عجي يسوي كلش حباب. هذا المكان مالته، الأبقار تجي هنا تقعد، وهنا الأغنام مالته. جاي تاكلين أنت؟ جاي تاكلين؟ عجبني كم خروف راح أخذ من عنده همين ويا البقرة. رجعت من شاكر، رحت جبت مينرالز، هذا خاص معادن واملاح وفيتامينز، كل الشغلات اللي ناقصه بالاكل للاغنام. شوفوا شلون قاعد يقبلون عليها، بدك تشوف. شوفوا شباب، هذا كله املاح ومعادن، كلها تفيد الاغنام والابقار على حد سواء. أريكم شكلها، حديد ومحديد، يعني كالسيوم، كل الأمور اللي تنقص بالأكل مالتهم يلقوها هنا. تشوفون يعني بصراحة صارت عركة عليها، سبحان الله. يعني جيت كان عندهم نقص، لأن انتبهت لهم جاي يأكلون من القاع، تراب من القاع، من يأكلون تراب من القاع إنه يريدون من عندهم نقص. شلون الطفل من يقعد ياكل بالطين وبالحاس بالحائط وهاي الامور، نفس الشيء. شوف الزحام، شوف الزحام، سبحان الله. يلا بالعافيه مع هذا. يلا اكلوا 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 بالعافيه. يلا اكلوا، لان تعرفون هذه الاعشاب ما بيها كل الشغلات اللي يردوها، والأكل اللي دا أقضي رغم أنه هو جاي جدا بس ما يعتبر هو كامل يعني لهم، فهذه تكمل النقصات. على العموم راح أسوي لهم بعد مكان، لأن مكان واحد مو زين، خلي أسوي المكان الثاني وارجعكم حبايبي. انتبهوا لي شباب على هذه اللقطة، هواي ناس من اشرح لهم ما يصدقون، اقول لهم يابا اصلان او هذا النوع من الكلاب انه هي تعتني بالحيوانات. على العموم هذا الحيوان عندي خروف بيرمد بعيونه، ماشي؟ فسبحان الله راح قاعد يم اصلان، واصلان قاعد ينظف له عيونه، بتشوفون؟ ينظف له عيونه، هذا صار تقريبا يوم كامل ينظف عيونه، كل شويه يجي يقعد يمه ينظفه وهذا ويروح. فهواي من الشباب من اقول لهم هذا النوع من الكلاب هو الله خلقه خصيصا انه يعتني بالغنم، حافظ عليه يدافع عنه. وسبحان الله انا هذه اكتشفتها يعني قبل مده، انه اصلا او هذا النوع هو يعتني ايضا بهاي الطريقه بالحيوانات. تشوفون ها قدام عينكم، شوف شلون قاعدين ينظف بيه، يعني سبحان الخالق. شلون ده يعتني بيه ينظفه. يعني تقول دكتور، يعني
مخليني دكتور انا هنا بالمزرعه مو شرب. فاظن الابارسه اثنين البيض مزعجات كلش بصراحه. صديقكم تمساح هذاك وهذا الكتكوت، هو مو كتكوت ديت كبير بس انا اسميه كتكوت. هذا البولش اليوم بيضت، انا بيكون بيضه مالتها، هاي البيضه مالتها، هاي الدجاجه هذه اللي هنا لك دعوه في راسها. هي هذا الوجوه اليوم، هذا بيض كله الفقاسه، بيض الاكل هنا، ذاك الدجاج مالته الاسود، ذيك الدجاجه قاعده تبيض قاعده بالصندوق. هذني هذني بيضات اوريدي. هذا صديقكم كاكاو، ها كاكاو تعال شلون يباوع، شوف حشري ايه دجاج اعتقد هذا، ها هذا هراتي والمصفى هناك هراتي، اثنين هراتيات في هاي الوجبة. وش قد حشرة؟ يا ابو اسطار راح اغير اسمه، راح اسميه الدكتور، والدكتور بعده دا يشتغل على حاله. سبحان الله اطلاق هذا العقل. اي والله طبعا راح تجيب الدواء، بس بصراحه من شفت اصلان اللي يسوي هيك فما راح استخدمه. هذا العين الغنم والابقار والماعز تشوفون، بينك اي سبراي، هذا ترشه على عين الحيوان ماشي لمدة يومين أموره تصير تمام. شوفوا رشيت عليها ساعات يعني شوي عينه تعبانة، هذه عقمة معقم مالته قاعد أكله. إن شاء الله على العيد مفكر أشتغل شغل ثاني، يعني مو بهذه الطريقة، طريقة أفضل شوية. نجيب أغنام جديدة، دواجن، يعني نوفر بيض، يعني أحاول أوفر منتوج جيد. على العموم تشوفون هذا العلف اللي بالقاع راح ينقذ الدنيا، فخلي أشيله ونطيهن علف جديد. خليكم وياها. شوفوا الشباب ها قدام عليكم، هذا الخروف الثاني هم عينه توجعة وده يروح الأصلان ده ينظف له عيونه. سبحان الله يعني لازم ينسرع عليه. هذا صاحبنا نظف عيونه واموره تمام، وهذاك يا مستان ده يعالجه. يعني غريب بصراحة الموضوع كلش غريب. شوف عيونه شباب شلون نظيفة، صراحة ما أعرف شو أقول على هذا الكلب، سبحان الله خلقه. ما شباب انتبهوا، يعني شايفين هيك شي بحياتكم؟ يعني سبحان الله. بدنا نحكي لك شلون قاعد الخرفان قاعد تروح له واحد واحد ينظف عيونها. الله أكبر. دكتور أصلاً اللي عنده مثل هذا الكلب خليه يقول لي. شوفوا شباب برا انتبهوا. حبايبنا خلصت حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله انتظروني بالحلقات الجاية. تحياتي لكم.